نرجع منقلكم مشاهدينا صباح الخير مرة جديدة بلقائنا التالي. رح نستقبل معنا المهندس خليل بطرس بويري تشيرمان ووتر ماستر تحت يحكي عن كتاب تحت عنوان من الألف إلى الياء، كتاب للوالد رح يخبرنا أكثر عنه ورح يقلنا أكثر عن اللغة العربية، قد في أخطاء شائعة ممكن تكون عم تنحكى، وكمان الجيل الجديد لأي درجة بعده بيعرف بهيدي اللغة، وقد في أمور كثيرة ممكن نكون عم نستعملها بطريقة خاطئة. صباح الخير أستاذ بويري. صباح الخير سيد فاسكال، يعطيك العافية. أول شيء بدك تشكرني، بدك تعذرني في حال كلمات كثير صارت تطلع منا، صرنا نحكي فرنساوي على إنجليزي على لبناني يلي هو مش دايماً منتطرق للغة العربية مثل ما لازم، فأكيد اليوم حضرتك رح تحكينا أكثر عن الكتاب قديه ممكن يفيد عدد كبير وأولاً عدد كبير من الإعلامية. تفضل بالبداية خبرنا عن الكتاب. الله يخليك. يا اصلا انا شخصيا ماني مرجع باللغه العربيه، انا وارث شخص كان ملم جدا باللغه العربيه الله يرحمه. فيني فرجي الكتاب على الكاميرا لو سمحتي؟ اكيد اكيد. ما بعرف ببين هيك. ايه اوكي، إيه بس بدك تبرم لنا اياه يعمل معروف. اوكي ايه بس برم لنا اياه. ايه نعم أوكي. هو من الالف الى الياء. نعم حقيقه المرحوم الوالد، بس نبذة صغيرة عن حياته. تفضل. هو يلي صار انه هو تلميذ عين ورقة، هذه كانت مدرسة معروفة بالأدب العربي، أكثر الكتباء والكتاب والشعراء تخرجوا من هيك من هالمدرسة. هو من مواليد علم الشعب من جنوب ب 1908، من بعد دراسته بعين ورقة بما أنه كان كبير العائلة صار أنه بعتوه على الأهل على روما، يونيفرسيتي غروغاريانا دي روما، ليعمل كاهن ويدرس لاهوت. درس 10 سنين، كان من جملة رفاقه المرحوم كاردينال خريش، وآخر لحظة ما حب يرتسم لأنه شافه مش دعوته، حب يكون صادق مع نفسه ومع ربه، ورجع على لبنان. بس كان معه دكتوراه بالثيولوجيا ولغات لاتيني تلياني فرنسي، علم بصور سنتين، وبعدين تنقل بين بنت جبال وصيدا كمدير الهاتف والبرق والبريد، وبعدين التحق بوزارة الداخلية ك محرر اول مسؤول عن الشؤون الكرويه والبلديه. لا هو توفى بعيد عنك بال 77، بس بال 72 كان مخلص الكتاب، حتى كان مؤلف محضر المقدمه تبع الكتاب يلي انا نشرتها بالكتاب، بيقول فيها ليش هو وصل لهالنوع من الدراسه ومن التحضير. طالع هو وشاب مناظرة بين الشيخين يازجي والشدياء بكتاب اسمه ضيائه، ضياء يعني ضياء اللغة. رجع كمان اطلع على كتاب تذكرة الكاتب لأسعد خليل داغر، وكتاب تاني إصلاح الفاسد من لغة الجرائد لمحمد سليم الجندي. هيدي عملت له هيك مثل التحريك بمشاعره بكذا، وبلش قعد 30 سنة يمحص ويفحص ويكتب كل شيء شافه معه أو ضده. حتى في مطارح كان أماكن كان فيه مثل مدرستين، كان يحط الرأيين بكل موضوعية ويقول والله أعلم، يعني يدرك القارئ هو يقرر. نعم. بعد المراجع يلي رجع لها هن كتار، ابو فرج الاصبهاني، المنجد، الصبان، شو اسمه العلايلي، اكيد كل الشعراء الجاهليين والامويين والعباسيين، ابن الحاجب الخضري، الزبيدي بتاج العروس، واكيد القران الكريم. ف كلهم واكثر من هيك، هدول كلهم
كان يستر يعني يرجع لإلهم ويمحص ويقارن وياخذ قراره. هذه كفكره. هلا نعم. الفكره الاساسيه اذا بتسمحي لي سيد باسكال فضل. هي منه كتاب قواعد لغه. نعم. هو كتاب بيتطرق لثلاث مواضيع. اول موضوع اخطاء شائعه. يعني هلا بنعطي خلينا نحكي شوي عنا هالاخطاء الشائعه. بتسمحي هلا هو حقيقه بويري ما هي بواري نسبه للبوار. ما في بواري، في شويري، ما في بواري، في بواري بس مش اشكال. النقطه الثانيه هي قديش مهم المعنى بالنسبه للمبنى، وبيشدد عليها كثير وهلا بيحكي عليها دقيقه. الشغله الثالثه انه هو بيعتبر انه اللغه العربيه من بعد النهضه بال 1900 اللي قاموا فيها اللبنانيين مثل البستاني والياجي والداغر وهلما جران، من واجباتنا اليوم نرجع نعيشها، لانه اللبنانيين هن كانوا وراء نهضه اللغه العربيه. هلا اذا بدك ترجعي مثلا للمعنى والمبنى، اذا بتسمحي لي كلمتين، بقول لك في عالم بتقول انه والله شو بيهمني انا المبنى اذا الفكره حلوه. هن غاب عن نظرهم وعن فكرهم انه الفكره الحلوه ما بتخلد اذا ما كانت مصقوله بمبنى حلو. كل الكتب الكبيره والادبيه ما عاشت الا لانه كانوا اثنين متجوزين مع بعض. بيعطيك امثال عده. بقول لك الورده اذا ما كانت محاطه بالكم تبعها، يعني بالبتال بالاوراق، ما حلوه. حبة الألماز قد ما تكون ثقيلة إذا ما في حواليها ذهب وزمرد وياقوت تفقد من معناتها. حتى بلا صغرة فيكم الست الجميلة يلي هي منا لابسة شيء معقول، يعني إذا كانت بالمطبخ وكلنا بشرفنا هالشيء وتياب وكذا وريحة ما رح تطلع حلوة، بما أنه القبيحة إذا بتلبس على وجهها شاشة حلوة كمان بتصير حلوة. يعني أمثال بهالمعنى كثيرة. حتى الشراب إذا ما بينحط بأناء حلو ما بقعد طيب. الأكل إذا ما بيتزين، ما بيقولوا العين تشبع قبل الفم أحيانا. يعني هدول أمور. وبيشدد هو أنه مثلا عمر رضي الله عنه قال يعني اللغه اتقان اللغه مقدم عند كل امه ومفضل على جميع العلوم. وبقول لك فاذا طلبت من العلم من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم الألسن. حتى المتنبي قال وقد يلا لحظه بين ما تكون اجت الكلمه مش مشكلة على مهلك. الطيور وقت بتغرد ما فيها نشاز. نعم. الخرير المي بالساقيه ما بيزعج. فالعمليه هي سوا، بيمشوا سوا. ما ممكن يعني اللغه او المبنى هو الجسد والمعنى هو الروح. فشو قال عمر رضي الله عنه؟ تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض. شوف لوين كانت القوه بالفكره. المتنبي قد افسد القول حتى احمد الصمم. يعني نيال يلي ما بيسمع وقت بيكون في لحن ونشاز باللغه العربيه. نعم. ما بعرف اذا قدرت بكلمتين اعطي فكره. واضح. واضح استاذ بويري. هلا اذا عندك بين ايديك انا اسئله حاضر، بعدين في كم بس خلينا نحكي عن اشياء كثير شائعه وكلمات ممكن يكون عم نقولها بطريقه خاطئه، شو هي الطريقه السليمه انه نكون عم نقولها؟ وقد ايه فكره انه الواحد اذا بده يحكي باللبناني ما في شيء خطا، هي وقتها بدنا نروح على اكيد نكون عم نحكي نحوي، هونيك بصير في المشكله وهونيك بكون عم نرتكب اخطاء عديده. يعني عم تتفضلي فيه مزبوط. اكيد الاهم هي اللغه النحويه، بس حتى باللغه الدارجه راح اعطيكي مثل. نعم. كتاب قيم
ما معناتها ذي قيمة أو ذو قيمة أو نفيس أو ثمين. القيم على فلان هو الوصي عليه. فإذا بالنهار ما بتسمعي هالكلمة 30 مرة ما يكون مش ما بيكون طلعنا نهارنا. هذه كلمة. فمثلا إن فسد هذه غلط، فسد. مفسود السيرة، فاسد السيرة. أرشى فلان، رشاء ما أرشى. قاصد على كذا، مقصود على كذا. أمر مشين، قد ايه بنقولها بالعربي؟ هي شائن. أهاجه الغضب، هاجه الغضب. رفاه العيش، هذه كلمة كل يوم بنقولها، هي رفاهية العيش. حتى هذه المركب، يعني بتاخذ منكم هو هذا المركب، هذا مذكر. يأنفه، هو يأنف منه. كلمات يعني هي كيف عملها؟ أخذ الأحرف من الهمزة للياء كل باب وحط بكل صفحة، يعني بكل جمعهم، بس بآخر الكتاب في شي 25% منهم من الألاف إلى الياء، هن حقيقة صفة، بيحكي عن الصفة، بيحكي عن أن وأخواتها، كاد وأخواتها، هل أمور كثيرة استعملها بتطلع 25%. بدي أعطيك شغلة هيك أنا لفتت لي نظري بالكتاب. مثلا شو بيقول لك كيف بنستعمل؟ بيقول لك الولد أما الرجل شرب، بس الطفل رضع، المعروف. السبع دلع، الكلب ولغ، البعير جرع وكرع، الطائر عبى وحسى. ومن هالامور هيدي هلا يمكن تساليني ليش انت عملته لهالكتاب. هذا كتاب سيد باسكال، وقت توفى المرحوم كان عوراء، مثل هالوراء يلي رح فرجيها هلا اذا بتبين معك على الكاميرا. نعم. ما بعرف عم نشرح عندك. نعم بيني عندنا. هيك كان كل باب كان مهالقصصات هي. خطه منمق وحلو بس صعب التفسير. يعني وقت بالثمانين بعد وفاته بعيد عني كان معي اسيستنت، فوتته على الآلة الكاتبة على الدكتلو. مرقت الأيام لقيت إنه هيدا حمل على كتفي، إذا أنا ما عملته ما حدا رح يعمله. صرنا من 10 سنين الأنسات بالشركة يفوتوا كل واحد ياخذ حرف حرفين يفوتوه على الحاسوب على الكمبيوتر. بس خلصوا، أخذت معهم 3-4 سنين. تبين إنه فيها كتير أخطاء، فيها جمل ما قدروا يريوها. فعندي أسيستنت، بيرسونال أسيستنت، بتحب العربي. نعم. وهن قليل. فكنت كل يوم على 5 سنين نقعد ساعة ساعتين بعد الدوام، يعني خلال آخر ساعتين بالدوام نرجع ناخذ كل حرف. مرات ياخذ معنا يومين، لأنه لو ما في شيء اسمه جوجل بأكد لك ما قدرنا نطبعني. مع كل هيدا أنا بأكد إنه بهيدي الطبعة الأولى هلا صار مبين لي 4-5 أغلاط، لأنه هي شو فتحة بتصير كسرة خربت. أي قفل شيء يعني كثير دقيق هالعلم هيدا. فهيدي تقريبا الفكرة الأساسية. هلا إذا بتسمحي لي بس أنا أحكي كيف هالكتاب في يكون له مردود أو رسالة أو مهمة، بما إنه عم نحكي هلا بمهمة الوزارة الجديدة. نعم. هذا بتواضعي هي أفكار واقتراحات. أنا بعتبره من الوسائل، أهم الوسائل المتاحة لإنقاذ ما تبقى من هيبة اللغة العربية التي عاشت وما تزال في ضعف مستمر في إطار التأثيرات المفروضة من العولمة الجلوباليزيشن. هلك يعني فيها كتير بلسز، فيها كتير إيجابيات، بس من السلبية إنه واحد راحت اللغة تبعيته، نكتب عربي بالأحرف اللاتينية صرنا.
وعدم اكتراث الوزارات المسؤولة من تربية وتعليم وثقافة. النقطة الثانية، لبنان مطالب بأن يكون مركزا إقليميا إن لم يكن عالميا لتدريس اللغة العربية للأجانب وأبناء الدول العربية الذين يعملون في الميادين الثقافية والتعليمية والدبلوماسية والترجمات وإحياء التراث، وذلك وفاء لدوره السابق في هذا المجال. دور مين؟ دور لبنان أيام النهضة، أيام النهضة اللغة العربية. من المؤسف والمحزن حينما نستمع من المذياع أو نشاهد عبر الشاشة نشرات الأخبار أو البرامج الثقافية، ما عم بقصد حدا بالتحديد، استخدام اللغة العربية بصورة ملتبسة وركيكة وبأخطاء شائعة، إضافة لإدخال جمل وتعابير مترجمة من الفرنسية والإنجليزية. لماذا لا تقوم الدولة إن توفرت إمكاناتها أو المؤسسات الاقتصادية والصناعية الكبرى بتبني تقديم جائزة فصلية وسنوية للطلاب وغير الطلاب في مجال مسابقات تكتسي ثوب الأدب والشعر والتأليف القصصي والمسرحي باللغة العربية، وذلك تحفيزا لاستمرارية بقاء هذه اللغة على قيد الحياة. كمان أنا بعتبر أنه كتب القواعد لو ما كان في المرحوم بي حد ما كنا نفهمها أيام كنا تلميذ، لازم ينعمل كتب القواعد بطريقة فيها شوق، فيها لذة، فيها خبرية، فيها قصة، لأنه القواعد العربية شغلة صعبة جدا، فما فينا نصعبها إذا ما كانت الأسلوب والطريقة المتبعة. واليوم صار في طرق حديثة لتخلي الولد يتشوق يحبها ويدرسها. آخرا وليس آخرا، من الألف إلى الياء في شكله الخارجي كتاب، ولكن في مضمونه سمفونية لغوية تطرب الإذن والعقل والإحساس. فكم هي غنية هذه اللغة التي تشكل موسيقى خالدة إن أحسن تقديمها وتدريسها كما لو كانت عزفا على آلة القانون وقواعدها وغنى المعاني لكل كلمة. أستاذ خليل بطرس بويري، نحن بدنا نشكرك، يعطيك ألف عافية. من الألف إلى الياء للأستاذ بطرس بويري، أكيد حكينا عنه، هو للوالد الكتاب صدر، إن شاء الله يكون عم بفيد عدد كبير من الجيل الجديد يلي عنده مشكلة باللغة العربية، ومثل ما حكيت عن العولمة يلي خلت كلمات أجنبية صارت موجودة باللكسيك تبعنا مثل دبرست وغيرها من كلمات، فما بعرف لأي درجة كان الوالد وافق عليها يعني وبأي خانة حتى. شو بتحب تقول كآخر كلمة؟ أول شيء أنا بشكرك شخصيا، أهلا وسهلا. أنا متابع البرامج وأنتوا صباحيا عندكم برنامج كتير حلو مثقف وعليه مروحة يعني تجمل. هلا يمكن نحن عم نحكي باللغة العربية بأيام كلنا سوا غاطسين بأمور تانية وعلينا مشاكل براسنا، بس أنا برأيي كل واحد لازم بوقته يحكي الموجود. هلا أنا يلي بدي أحب أقوله ككلمة أخيرة، إنه إن شاء الله بتجي أيام بيجتمع الشعب اللبناني وبنطلع من هالأزمة اللي نحن فيها، لأنه لا أولادنا ولا أولاد ولادنا بيستاهلوا اللي شيء عم بيصير. ويعطيكم ألف عافية على البرامج الحلوة، وأنا بشكرك جدا جدا، وأنا بشكرك. أنا صرت عامل 3 أو 4 مقابلات، بس حضرتك عطيتيني المجال وعطيتيني الهوى لأحكي بلا ما أنت تاخذ الكتاب وتحكي عنه. أنا بشكرك جدا جدا جدا، يعطيك ألف عافية. ميرسي لك. مشاهدينا بريك صغير وبنرجع لكم.